نظمت اللجنة الإعلامية للانتخابات النيابية والبلدية 2018 فعالية موسيقية جماهيرية في مجمع أفنيوز البحرين ابتداء من يوم أمس وتستمر حتى اليوم الجمعة لغاية الساعة 7:30 مساء، وذلك في سياق فعالياتها المصاحبة للعملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة الإعلامية أن هذه الفعالية موجهة إلى الجميع، حيث ستقدم الفرقة الموسيقية للشرطة عروضا موسيقية متنوعة تمزج فيها بين الموسيقى العسكرية والموسيقى الشعبية لمملكة البحرين وسط جو من البهجة والترفيه، معززين بذلك المشاعر والروح الوطنية الصادقة. وأوضحت اللجنة أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع فترة الانتخابات النيابية والبلدية التي تشهدها مملكة البحرين حاليا، وتشتمل على العديد من الفعاليات، وسيتم توزيع هدايا تذكارية خلالها.